عم تعمل هون ولا؟ إلي حكي؟ أي إلك واللي بتشدد لك ولا؟ شوف معتز، أنا مش جاكل منك كتيرة لأنه لسانك صار أطول منك، هات سلة البليلة. بدك البليلة؟ الله ما يوفقك كبت لي البليلة، الله ما يوفقك كبوك بنار الجنة. يا تعال هون ولا؟ تعال هون، هون ولا؟ تعال شوف أنت، روح أنت بك ربي يا عاطي، والله لا ربي، والله لا ربي. معتز ما أستحق يا اخوان بني بلد شفافيه افتحك انت وياه وضعنا حضنا شايف الله لا يوفقك الله لا يوفقك معتز الله يرضى عليك شايف شفتها حكي على النبي شفتها حكي شفتها ولا الله يوفقك يا حكي معتز لا يخليني اسمحوا امرك خال بس اذا الواطي بيعتب باب الحاره مره تانية ما بطلعوا بنقول له على السحليه عشان يا شباب يخرب بيتك اللي بيحب النبي يخلي يا شباب يلا عم يلا يلا خلينا نروح بدك المرت الجايه بدي اسوي السبيل احمر من دمها انا من هون يلا قصد يلا ولي ولا طلع روح يلا رجال ولي ابو شاف يلا كل واحد يلا ولي شيكو خليك يا ابو النار يجي يخرب بيتك يلا للا ولا الله معتز الله يوفقكم وعدي ولا الثاني لو واحد مسحور عم يسبني وسب الحارة لا وما قال له شيء يا ابو شهاب ابو الحكم ابو الحكم امور عقيد لمن اللي رجع بسرعة لعيونك والله انا ربي الحارة فيهم والله يعني انا مو قايل له انه مو وقتها مو قايل له بس يا ابي بده اياها بده اياها مو وقتها لك ابي بده اياها بس مو وقتها لك ما حدا عم يفهم علي انا ما حدا عم يفهم خلص يا ابي اكل نصيبه خالك ابو شهاب وينه؟ بالمضافه يا ابي مضافه منيح ما راح على البويكيه الثاني لانه هلا بدها تكبر يا ابي انت ليش هيك معصي؟ اي والله ما راح يطلع منا شيء أبو النار وسمعته صاروا بباب الحارة أكيد ولا تهكى الهم أبو حادي حاسب هالحساب سيدي رجال أبو النار وجماعته دخلوا حارة الضبع ضربوا؟ لسه سيدي اتركوا على راحتهم يصطفلوا يتكامشوا يتضاربوا يتدابحوا مثل ما بدهم يساووا بس هيك سيدي يمكن يروحوا بعضهم البعض لك أحسن يا نوري أحسن بكتير ابو النار جاي يزلكم واحد واحد لكن يبدا يزلنا لسه امه ما ولدته ولدته شو قدامكم ابو النار طب رجالك واخذ الشيطان واطلع من الحاره ولا تشعلها ولك انا جاي حاسب لكبير فيكم وهد الحاره فوق راسه وينه هذا اللي عامل لحاله رجال وينه شالك لكبير يا صغير شو بدك ولك لك ولا بنص عينك واللي بيجيب معدلي بده يعفر عبره بايده هو ولا بيحامي له واللي بيحامي للندل بيكون ندل اكثر منه إذا كانت فوتك على حارتي بكيفك طلعتك من حارتي رح تكون بكيفي ورجيني مراجلك لشوف قربوا لك يلا يا رجال يا ربي دخلك يا ربي يا رب استلم على نار Oh!
خد عوايديتك ودرمي من هون احسن ما كمل عليك يا مولاك. دخيلكم يا جيري دخيلكم، حدا يطمني على اولادي. يلي بده يتحدى هي الحارة من قدة، في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدا. خالي ابو شهاب استحكموا لو بالنار، ولو بده يشخطه كان شخطه، بس هو مو حاطه بباله. ان شاء الله تنكسر ايديهم يا حق. يخرب بيتهم على هالقلب القاسي، اي والله لو كان عدوا ما بيساوي فيه هيك. ولك على مهلك، لقوي لقوي. على مهلك يا ابي على مهلك. الله يخرب بيتك يا ابو غالي، يخرب بيتك. بس المدر بدل المدر. اخ 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 يا على قامتي، ان شاء الله ان شاء الله بتنكسر ايديهم ورجليهم. ايش وكافر واقع بين ايديهم. شركت لك ثلاثه مرجال ابو النار، لو تشوف شلون زبت لك فيهم عجن ودبك عجن ودبك يا مو. ايه وشلون ضربوك؟ غدر غدر شوي شوي يا مو. شوي شوي يا تقبرني. هلا كل هالمشكله من تحت راس ابو غالب الزفت. يلا لا يوفوه، رمى العرب عربين وهرب. اي بعت له حمى الهي، ان شاء الله ما بيروح الا فعس تحت الرجلين. خليهم يتربوا ويعرفوا مين نحن ومين هن رجال ابو شهاب. يا حاجة لسه كل واحد دافش لريشه مثل ديك الحباش وما حدا قده. اخي يا ضخي كاتروا علي، يا الله لا يوفقوا. اخي يا راسي الله لا يوفقكم يا رب. قوم سوي لي رجيلة، قوم. امرك عقيد. لك ما حدا منكم قدر يستعمل ابو شهاب. ها اخطفوها عليكم من الرجال، اخطفوها عليكم. يا سيدي هلأ ابو النار ما بيجي الا بعينه، انا هدته وهو يهجم، ما كان يفهم انه ما بدي اضربه الا خلاني علم عليه. بس الحمد لله كسرنا شوكته. ما قلت لي اخي انت جاي الحمل؟ بعد 10 ايام بس لحتى تصلنا اشاره ثانيه من الشباب. خير الحمد لله، والله كنت مقروق ماني عارفان شلون يدبر لك رجال. مشان الله. شبكي فايرة اختي شبكي؟ اولادي يا اخي اولادي. اولادك ما بهون شي. برحمة ابوك ما بهون شي. والله ما فيهون شي يا اختي. خليني شوفه. صديني اعملك ما فيهون شي. الله يخليك خليني شوفه. لا حول ولا قوة الا بالله. احكي لك كلمة يا ابو شهاب. روح جيب لي اياها. انا؟ ايه الله يخليك جيب لي اياها مشان الله. لك بعت عبده، بعت حي الله حدا. ايه مشان الله اخي جيب لي اياها. دخيلك يا اخي دخيلك. اركني يا اختي اركني، هلا بتشوفيهم وبتطمني عليهم. هو بي هو الارض عليكم، انكم بعتي خبر غريان قلب عليكم. روحوا لعندها خليها تشق عليكم. والله مو حابب ورجيها حالي. ما فيها شيء لك يا صاحبي، ما فيها شيء. يلا قوم. الله حماكم. قوم اخي قوم، عيب عليك بقى، نحن اولاد صغار. انت ما دخلك فيه. هزيله كمان يا مو هزيله، شو عليك؟ احسن منك يا مشراني. انا مشراني؟ هلا هيك طلع مع مني؟ لكن كيف ما دفعت عن اخوك؟ ايه شو كان هو لحاله بالمعمك يا مو؟ بس ها اذا ما بروح على حاره ابو النار وبحرقها بمن فيها وما برجع الا براس غريمه. وراي اخي؟ راي على البيت. خدني معك. لا انت خليك عم تهزل لك امك، شو عليك؟ ان شاء الله بتقبرني على هرجولية اللي اخذها. طالع يا ابي يا مو. طالع لابوك. ابوك مو شاطر الا بالطلاق. ايدك يا مو. يعني هيك احسن؟ طول بالك علي يا رجال. انت اسكتي. حاضر. بدي افهم انت شو اخذك على الحارة؟ طلبتك بالدكان ما لقيتك. احكي وين كنت؟ كنت عم جيب الغداء يا ابي. لقيت ايامي قايمة بالحارة. ايه ما حسنت اتركها. شو بدهم يقولوا عني يا ابي؟ هرب وترك اهل الحاره لحالهم بالخناقه يعني؟ انت قد هيك شيء ولا؟ رجال عن حق وحقيقي هربت، انت بدك تخانق معها ولا انت؟ ليش شبني انا يا مو؟ شو مالي رجال يعني؟ خلص امي طول بالك.
خلصيني. مو جاييني نوم ياما قبل ما اطمن على العصام؟ اكيد مو صاير له شيء. لو صاير له شيء او ما كان نادوا عليه بالشامي. هيك عم تحكي ياما؟ هيك؟ الله يسامحك. لك امي لا تهكلي همه. خلص انا بكره بستفهم لك عنه. ما رح تنامي؟ بس طفلي يا ان شاء الله عمرك ما تنامي. معناها الخناقة كانت حامية كتير. حامية وبس سيدي. يا محلى الخناقة الأولانية قدام هي. عظيم. معناها نوري جهز لي حالك مشان نعرف الرزقة منين بدنا ناكلها. حاضر سيدي. وينك؟ نعم سيدي. كتر لي العناصر. ليش سيدي؟ منكفي أنا وياك. لك يا بني آدم كل ما كترنا العناصر كل ما أخذنا اللي بدنا إياه. يعني قصدك بيفكروا إنه في شكوى ضدهم سيدي؟ ها؟ ما شاء الله بلشت تفهم. إيه روح. يا راسي اخ الله لا يوفقوا على عصاي كان شق لي راسي نصين. مرحبا جاري. اهلين ابو حاتم. اهلين وسهلين. طمني شلون راسك؟ الحمد لله ماشي الحال بس اربع خمس نبيرات يا سيدي. الحمد لله على العافيه. طمني انت شلون رقبتك؟ كسكوت والله كان اصل لي اياها قص. اعوذ بالله الله لا يقدر. تعرف انه هالمشكله لا كان على البال ولا على الخاطر؟ كله من تحت راس الندل ابو غالي. مئة مرة صرت قايل له أخي ما عاد بدنا مشاكل بيننا وبينكم، خلينا أصحاب وحبايب. بس شو بدك تحكي؟ أبو المشاكل. بس أنا ما قصرت فيهم. أمتى قيامته؟ هاتي البشارة يا مو. قولي يا مو. عصام ما في شيء الحمد لله. الله يخلي لي إياكي يا مو. إيه بس في كم نعرة وكم لبطة وكم رفسة آكلون. شلون يعني؟ يعني اكل كم ضربه على راسه. لا تخافي خفاف مالهم قوايا. ولي على قامتي. ولي على قامتي ولا شو بالله. اي والله ما بيستاهل دمعه من عيونك. لا تبكي عليه. بعدين منيح هو احسن من غيره. منيح اللي ما انكسر راسه وانفكشت ايده. شو كنتي سويتي بالله؟ ولي على قامتي. ذاتا الله عم بيجازيهم لانه انبعتوا الضايق مزكي لعنا. مرحبا بمرزوق. اهلين. خير شو براسك؟ ما في شيء زحلقت بالحمام ونزلت على راسي طبش. لا 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 معافى ان شاء الله يا ابو مرزوق معافى. الله يعافي قلبك. مسكين على هالوعه كان راح راسه فيها. لك 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 معافى ابو مرزوق معافى. الله يعافيك. يا الله. مرحبا بحاتم. اهلين بالحكومة. خير شو بارتك؟ سلامتك. بس كنت عم لاعب القط قام خرمشني بأظافيره من رقبتي. اسمع سيدي اسمع. قال القط خرمشه وبدها كل هالأربع. هبجني هبج وأنا عم لاعبه. شو هالقط هذا بحاتم؟ هارون راسه قد البطيخة. هذا باينته قط شراني. حيوان انت اكبر قدر. شو بدك تحكي معه؟ ابو حاتم اوعك تكون متخانق انت وابو مرزوق. ها ابو مرزوق جاري وصاحبي. اه خير معافى معافى ان شاء الله يا ابو حاتم. الله يعافيك. ما بدك تشتكي ابو حاتم؟ على مين؟ على القط اللي خرمشك. هلا شو بتأمرون عمل سيدي؟ وين العناصر نوري؟ واقفين على باب الحارة سيدي. معناها لازم نروح لعند ابو شاب الاول. تأمروا سيدي. ان شاء الله معافى يا ابو حاتم. رجعنا نتخانق مع الحارة الثانية. ما بيكفي الخناقة الأولانية. سترنا عليها يا ابو شهاب. بس هالمرة هن اللي اعتدوا علينا. فجأة ما لقيناهم غير حاملين هالعصي والشبريات وهاجمين علينا. بدك يانا نتفرج عليهم يعني؟ أنا ويني؟ أنا شو شغلتي هون ها؟ طرطور؟ ولا شايف الإجير بكعكة؟ يا سيدي يلي ضرب ضرب واللي هرب هرب. إيه ماشي. بس أنا بدي أفتح تحقيق وبدي أعرف مين المسبب. لا بدها تحقيق ولا هم يحزنون. قلنا لك الخناقة صارت ومشي حالها.
وكلهم يومين ثلاثة منرجع منبوس شوارب بعض ومنتصالح. أبداً، بدي افتح تحقيق، بدي أعرف مين المسبب، بدي عاقبه ومين بيشد على إيده كمان. هذا الشغل بدي يشتغله. شو قصدك أبو جودة؟ قصدي أنا من واجبي أسأل مشان أعرف السبب، بدي أعرف شو بدي يكتب بالتحقيق. قلنا لك الشغلة ما بدها تحقيق، يعني لا تقيمة من أرضها. يعني شو بدنا نكتب بالدفتر؟ نكتب إنه الخناقة صارت وبعد كام يوم تتصالحوا؟ نحن شو عم نشتغل هون؟ ما لنا طعمة؟ نسكر المخفى ونخلي أبعاد الحكواتي هو يحل مشاكل الحارة يا أبو شهاب؟ عود وروي عود. ما بصير يا أبو شهاب، ما بصير. الخناقة كبيرة وصار فيها جرحى كتير. بعرف إنه في جرحى كتير، بس هلأ إذا بدك تفتح تحقيق بدك تدخلنا بسين وجيم، والناس ما لها فاضية للمحاكم. طيب شو بدك نساوي هلا؟ قايم لك هدية محرزة جبت لك ياها معي من حلب. يعني بصراحة أنا كنت عم أقول لحالي معقول أبو شهاب يروح ويرجع من حلب وما نشوف منه شيء؟ يعني بلا منقودية، كيس حمام، لوح صابون، كيس زعتر، اللازم منه. ليش في بالعادة إنساك يا طيب؟ لا ما بتقصير. إلا كان عود وروي خلينا نتفاهم. شرف عمي ابو عادل. يسلموا يا بيت. اهلين وسهلين. مين عبدون؟ مور. تعرف عبدون؟ شو خلاقتكم ذكرتني بحكايه حلوه وظريفه بدك تضحك لما بتسمعها. بس ما تكون مثل هديك الحكايه عن هذين. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان الجان. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو عادل ما ينذكر اسمه. ليش في غيرك حكايه بتخلي الواحد يضحك؟ عمي أنا لا بدي أسمع ولا بدي أضحك. تعال وين رايك؟ الحكاية حلوة ها؟ تعال اسمع تعال. والله حلوة. وعن شو بتحكي الحكاية عمي؟ بتحكي عن أكلة كنافة حبوا يسووها إخواننا الرجال بالحمام. لك أبو عادل أنت كل قصصك بالحمام، حلف وقال بالحمام. عمي يستر على حريماتك، أنا لا بحب الكنافة ولا بطيق هيك قصص. تعال وين رايك؟ عمي صدقني حلوة. احكيها لوفيق، احكيها وفيق روح قلبه هيك حكاية. اصلا بيموت على كنافة والقطايع. سعي وفيق. مين قال لك الحكي عمي ابو عادل؟ لك انا الشاي ما بحبه الا دلع، وبعدين عندي شغل يستر عرضك. احكيها لغيري، احكيها لغيري. حكاية حلوة ها؟ احكيها لغيري عمي ابو عادل، احكيها لغيري، عندي شغل والله عندي شغل. نعيما مالي. ليش ما حدا بده يسمع؟ ما انها حلوة كتير، والله حلوة. تسمعها حلوة ها؟ قديمة. يعني بتعرفها؟ من أكثر من 30 سنة. خاطرك لوين؟ عالبيت. شوفني بنص المعمكة شلون قدحت لك يا هداك الكف، نسيته في حليب أمه. أنا كامش من رقبته وهو عم بيعيط مثل النسوان. يا سيدي ابني حلي ما مات بين إيديك، كانوا حسبوه عليك زلمة. ما بيستاهل عزاء. ولا بيستاهل حبانه. بدك شي غيره أخي؟ يسلم وديك يا أختي الله يطول عمرك.